السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي مع بعض برنامج ريفيستو. اجي هنا مكان ستارت واقول له هات لنا ريفيستو. ده انتجريتد كولابريشن بلاتفورم بحيث ان اكتر من حد يكون شغال ويحط الكومنتات والحاجات دي كلها. فهو مش بيعمل موديل، لكن ممكن يكون عندك موديل جاهز وتبدا ان انت تعدل عليه. دي مشاريع موجوده قبل كده، فانا اقول له لا، ده انا عايز مشروع جديد. اسمي المشروع ايه؟ سميه احمد مثلا. تمام، هتشتغل على الكلاود ولا شيرت لوكيشن؟ طيب عايز تعمل انتجريشن مع البروكور ولا بوكس ولا بيم 360 ولا شير بوينت حتى الكلاود؟ فهقول له كرييت. لو انت بقى عايز تعزم اصحابك بقى حفله بقى وبتاع وتعزم اصحابك، تقدر تقول له انفايت، تكتب الايميل بتاعهم هو يبدا يعمل لهم دعوه. وست اكسس ليفل، هيبقى ادمن ولا مجرد ان هو يشوف ويعمل كومنتات. طيب احنا مش عايزين نعزم حد خالص، خليها كده على الضيق. طيب ممكن عايزين نضيف بقى بعض الملفات، لان الملف المشروع بتاعنا هنقول له مثلا عايزين نضيف ملف، فهاجي من بروجكت واقول له امبورت وابدا ادخل ملف وليكن مثلا دوت. هو يبدا يعمل ساين ان، بيقول حدد اللوكيشن، خلاص اوريجن اوكي امبورت. فبيفتح الملف اهوت. انت تقدر تشوف كل الملفات ك3 دي، تقدر ان انت تقيس من نقطة لنقطة. الرجل هو ممكن تبقى تنقل من هنا لهنا. انا عايز اقيس مثلا مسافة من هنا لهنا بالشكل دوت. ممكن تقول له ليزر رينجر، ممكن تقول له انا عايز اقيس مثلا من هنا، فيبدأ يعمل لك الحساب بتاعها بالشكل دوت. وفي اي لحظة لو انت حابب ان انت تكتب كومنت هتقول له زائد، وتقدر ان انت تستخدم ادوات ان انت ترسم اي كومنت مثلا عايزه، تكتب الكومنت اللي انت عايزه. ففي اي لحظة وانت بتعمل مراجعات ممكن تفتح الملف كده وتبدأ تشوف المشاكل موجودة فين، وتقدر تحدد التايتل بتاعها والبريوريتي بتاعتها وتخليها مثلا كريتيكال. ديدلاين ممكن تختار له تاريخ مثلا، ومين المفروض يعمل الحاجة دي، اساين لمين. التاجات ان دي مثلا اركتكتشر استراكشر زي ما انت عايز. تقدر تعمل فلتر للكرنت ايشيو مثلا او الكوست ايشيو، تبدا ان انت تشوفها بالشكل دوت. وممكن تضيف ستامب جاهز، تمام، تقدر تختار اي تمبلت انت عايزه، او ممكن تحط صوره من الفايل سيستم عندك او تاخد صوره من الكاميرا مثلا. بتختار الصوره ديت بحيث ان احنا من ضمن المشاكل اللي احنا نقدر نشوفها موجودة هنا. ده ايشيو تراكر، بيبدأ ان انت تشوف كل المشاكل اللي موجودة وتشوفها 2D و3D زي ما انت عايز، وتقدر تحط كل الكومنتات اللي انت عايزها. ده هنا كابلان كبوكس، تقدر ان انت تشوف المشروع، تقول له انا عايز مثلا اشوف قطع فيها في المشروع دوت. يعني ممكن اقول له مثلا بلان وابدا ان انا احرك، فيبدا يعمل لي قطع في المشروع ده. مشروع كنت عامله في قطر، بس كنت واخد بعض الحاجات من الحضاره المصريه.
او ممكن انت في اس ال دي تقول له انا عايز سيكشن، فيبدا يجيب لك السيكشن او بالشكل دوت. وتقدر برضه تحط كومنتات في اي لحظه تحس ان في مشكله تبدا تحط. اوبجكت 3 بيبدا يجيب لي الملف، واقدر اقول له مثلا ده انا عايز اشوف البروجكت نيم مثلا كذا، دي السيرفيس اللي موجوده، ستوري الدور كام، كل دور فيهم تقدر تدخل جواه وتشوف بقى ايه العناصر اللي انت عايزها. انت عايز تعمل سكت على الوول، على الفرنتشر، على الروف، وهكذا. تعمل سكت على اي حاجه انت عايزها عشان تعرف اي معلومات عنه. مجرد ان انت تعمل كليك هو بيبدا يعمل زوم على الجزئيه ديت. ودي البروبرتيز بتاعت اي عنصر انت بتعمل سيلكت، بيقول لك المعلومات تحته كاملة. طيب لو احنا قلنا له احنا عايزين نعمل فايند اوبجكت، فبيبدا يجيب لك كل حاجه، وانت بقى بتشوف اني عناصر اللي انت عايزها. ممكن في الحاجات اللي انت عاملها سيلكت او في كل العناصر بقول له مثلا ده انا عايز خاصيه معينه، تمام، الاوبريشن بتاعتها والحاجات دي كلها. اني كاتيجوري مثلا قول هو يبدأ يدور لك على الحاجات اللي انت عايزها بتساوي مثلا. اوكي طب نو طيب بلاش كيرتن وول، خلينا نشوف وول تانية. البريوريتي ممكن مثلا السيرمال بتساوي القيم ديت، فاند وول يبدأ يجيب لك الحاجات اللي هي فيها القيمة ديت اللي هي الحوائط دي. طيب خلينا نقفل الحاجات ديت. فايند اوبجكت في سيرش سيت اللي انت بتدور على حاجات معينة، سيلكشن انسبكشن، وهنا تقدر تغير الماتيريال. خلينا مثلا current selection، طيب نخش بقى الحاجات المهمة اللي زي مثلا الكلاش. فبيبدأ يقول لك احنا عايزين نشوف ايه الكلاشات اللي موجودة. بس قبل كده لازم نفعل اللي يبقى فيه زي ست موجودة. ممكن اضيف مثلا create folder import export share الwall. ممكن اقول open and find object او share. هو مثل البرنامج اللي انت بتقدر تشير المعلومات مع الاخرين، فتقدر تقول له مثلا عايز اعمل سيرش سيت خلينا اقول له بروبرتيز زي ما عملنا المره اللي فاتت، وول سيرمال، واقول له بتساوي هما دول. هقول له احفظهم لي سيف از نيو سيرش سيت، واسمي مثلا وول بقى موجود اهوت. طيب ممكن نقول له مثلا احنا عايزين نعمل حاجه كمان مثلا اد كونديشن، ونقول له المرة دي خليها فولو مثلا. فاليو مش موجودة،
فعمل سيلكت اهوت خليته اورب، فعمل سيلكت على الاعمده، فهقول له انا عايز اسيفها سيف از ا نيو سيرش فولوم. اوكي، وخلينا هنا في الكلاش هقول له هنا ان انا عايز اعمل الكولوم مع الوول. واقول له دان تست نيم اكس. فهو بيقول لك اجنور دوبليكيت مثلا، اجنور لو هما الاثنين في نفس الموديل وهكذا، خليها لو فيه نيكست. فبيقول لك هيبقى بالهارد كلاش، لازم الاثنين يكونوا داخلين مع بعض، ولا كليرنس مش داخلين مع بعض بس المسافه اللي بينهم. لازم اول نشوف الهارد كلاش الاول. فينيش. فهو الحمد لله مفيش اي كلاشات بين الاعمده والحوايط وهكذا. ف نفس الواجهه اللي موجوده في نفس ووركس بيبدا يجيب لي الكلاشات، وابدا اعمل زوم عليها. عملت ران كلاش، فبدا يظهر لي الكلاشات. تقدر تشوف الكلاش اهوت بيبدا يعمل لك زوم عليها بالشكل دوت. فتقدر تعرف فين مكان الكلاش، ولو انت فاتح الريفت لنفس المشروع بيقدر يقول لك هي موجوده فين، لان هو ممكن ياخد من الريفت دايركت، فيقدر يقول لك المشكله فين وتقدر ان انت ايه تحلها. ممكن تقول له لوك كاميرا او تسيبها تتحرك زي ما انت عايز، او لوك سيكشن بوكس. ممكن تعمل هايلايت شويه او الحاجات اللي انسلكت يعني تخليها بريت. وهنا بيقول لك عدد التوتال تشيك اوت. هو برنامج يعني ظريف كويس.